مفاجأة مطعم قصر لي فرعنا الثاني هو بكر بس ما حد يندل وين ولا دلينا عليه ما حد يندل يندل شنو يا حمودي كيلو قص كيلو قص حمودي الثاني كيلو قص ابويا كان يقعد بمكان هذا بكرمبا اي مكان بكر مفاجأة اللي يندل فرعنا الثاني في مطعم قصوليه يا مطعم قصوليه واحلى رماش اقطع